رافقت الأغنية الرياضية المحافل الكروية في كل المناسبات الرياضية، واستطاعت أن تحتل مكانة هامة وسط الشباب خاصة من عشاق الكرة المستديرة، لدرجة أنه أصبح لكل فريق كروي أغنيته الخاصة، ناهيك عن الأغاني المناسباتية التي ترافق كبرى الفرق التي تلعب على الألقاب الوطنية والعربية وكذا الدولية. ضيف وثقافي مشاهدين لنهار اليوم هما واحدة من الفنانين الذين خاضوا هذه التجربة. نسعد أيضا باستضافة كل من جليل باليرمو وفوفا تورينو، مرحبا بكم. لكن قبل الحديث مشاهدينا نستمع إلى هذه المقاطع. إذن نرحب بكم مرة ثانية جليل وفوفا، وش تفكركم هذا المشاهد جليل؟ احنا كبرنا في الملعب تما من صغرنا نحبوا طاولة سطاج، أول حاجة اللي خدتها في طاولة سطاج هي مولودية، كما نحبوش مولودية الجزائر، ما نطلعوش للسطاج. كنا في عندنا أصحابنا اللي تقول عشنا معاهم بزاف، اللي هما في دي مومون شابين تما سيرتو. ليبوك تاع فيردي ليون اللي نحيوهم كاع بالمولى تاع بالي نحلت في البرا وبا يكمل لك واش المشاهد هذوما. السلام عليكم. نقولوا هذا التيران تاعنا، هاد المشاهد تما وين كبرنا، وين عرفنا ثاني بزاف ناس في الملعب، غير في الملعب عرفنا بزاف ناس، شغل فاميليا كبيره. هذوما المشاهد كي تشوفي هكذا قاعد واش تشوفي في الصطاد، حاجة شو إن فامي، حاجة فاميليا، ديزيام فامي تاعنا هي صطاد لي سيبورتر ومولودية. نعم جليل وفوفا، نعرفوا أنه كاين العديد من الشبان الفنانين توجهوا نقدروا نقولوا بنسبة كبيرة للستيل تاع الراي، لكن أنتم توجهتوا الأغنية الرياضية، لماذا هذا التوجه بالضبط؟ كل واحد ستيل تاعو، كل واحد واش يحب، بالك هما يعجبهم الراي، حنا عجبنا هذا الستيل تاع صطاد باسكو كبرنا فيه. لو كان كبرنا في جهه واحده غير نرجع للوراي، كبرنا في اغنيه شعبيه كما يقولوا، صوت الشعب شعبويه يعني، تاع شبان ثاني وعاصميه، تكون فيها حركيه خاصه كي يكون العديد من الشبان. سير هادي نعم. هل اغنيه رياضيه كيف تشوفوها في الجزائر؟ كيفاش يكون التعامل فيها؟ شو الاغنيه الرياضيه الشعب يسمعها بزاف، بصح كاين جهات مهمشينها ماشي كيما. وشنو هي الجهات المهمشه؟ كيما نقولوا في الخدمه، في الحفلات، بزاف صوالح، ماشي كيما تقول زعما ستيل راي ولا بليطو راب ولا بالك عاصمي، تلقاي يخدموا بالك اكثر منهم، وحنا تلقينا بالك في المارشي نمشوا اكثر منهم، فهمتيني اللي نقول لك؟ حنا في المارشي بالك وكانوا هما اللي يعاودوا غنانا ثاني، هما يروحوا يخدموا وحنا نعاود في الدار. جوستومون تاع هذه نعاود غنانا، هناك كاين ظاهره معروفه في الجزائر او خارجها، ظاهرة سرقة الأغاني والنسبة لفنان آخر، هل هاد الشيء عشتوه نتوما؟ هل داكم تعيشوه؟ عشناه بزاف، حنا كاين شو أنا متغدنيش كي ديري أغنية ولا ديها لا روحك شاورني، هذا ما كان، كاين اللي شاوروا كاين اللي ما شاوروش، وكاين اللي حنا مدينا لهم، وكاين اللي نهضرو غروسو مودو، كاين بزاف اللي عاودوا غنى تاعنا وحشمو يقولوا باللي غنانا كيف. لماذا؟ وشنو ما هو السبب اللي فهمت؟ أنا دوكا عيش كونتيري نعاود غنية تاعو ونروح ندوز ستيل ونقول هذا عاود غنية تاعو ولا با هذا. كاين دي زارتيست تقول دازو هكذا، كاين اللي يقول لك با يكوفو روح باك يرجع حتى الغنية كاع حتى يولي، حنا نكذبو نقولوا بالك تاعو احنا دينا. عطينا امثلة عن بعض الاغاني ممكن اللي سرقها كاش فنان جزائري ونسب هذا. بزاف. عطينا امثلة كنا نقول لك الاغاني
اعطوني نسيتي لك دين وبعيني نسيتي ليش لانه اعطيني بعض الاغاني فقط. ماما ميا ماما ميا كاين بزاف ما نقولوش اسماء وقتهم باش ما نكونوش في مشاكل معاهم ربي يسهل على كلهم. معليش كيفاش تشوفوا يعني مستوى هذا النوع فوفا من الاغاني الرياضيه؟ هل تشوفها انت بنسبه كبيره انها توعويه او هي تحريض على اشياء اخرى ان صح التعبير؟ الاغنيه الرياضيه ولا الاغنيه الاجتماعيه اللي نديروها نقولوش تحريض نقول حنا كاين ناس يعني فئه تقول انها تحريضيه. تحريض على واش بصح؟ كاين اللي يقول لك تحريض زعما فاش نحرضوا حنا ما نقولوش ما كاش لافيا حنا ما كاش العنف في الغناء تاعنا بون كي بدينا افون كنا صغار ما نقولكش كنا ما كاين غنى هكذا كناش كلوب مع كلوب تما باش نديروا هذاك الحماس باش سينو ايماج حنا ما كاش ما نغنوش على الياس ما يغنوش على مولوديه ولا الحراش ولا ما شغل ما كاش تولي شامبيونات تاع الخليج ما كاش اللي يزدي يروح ل 16 ولا انا في الخليج ما كاش ما تعيشها الشامبيونات تاعك بصح ما نقولش انا راح قتل ولا راح دير ولا راح دير حتى نشوف انا الاغنيه انا نشوف الاغنيه تاعنا اللي نقدموها رياضيه خاطر حنا اللي نديروا الكلام وحنا اللي نديروا التلحين وحنا كلش ما دام الشعب او يسمع حنا ثاني تم الشعب حنا ماناش جايين جهه واحده اخرى وجينا مع الشعب حنا ثاني تم الشعب انا واش راني نجوز في حياتي نحكيه وكي نحكيه كاين بالك الاف اللي كيما انا واللي كيما حنا ظواهر اجتماعيه يعيشها معظم الشعب الجزائري هذه قاعده تما واش يعيش المجتمع حنا رانا عايشين في المجتمع ونقدموا وانا كاين مع التماتير دوكا تولي تقدم حاجه اللي تكون كيما نقولوا نظيفه فوالا واحد يسمعونا يسمعونا العائلات يسمعونا تقول لهم يقول لك انا نسمعوهم ونعرفوهم وكذا اليبوك ليكيب ناسيونال كنا نغنوا على ليكيب ناسيونال ثاني من هذاك الوقت وحنا فايقين بالتهميش صراو باسكو صراو دي شوز نحكيوهم نورمال كارسير طب انت الاول بارمي رانا بارمي لي بريمي اللي غنينا ليكيب ناسيونال نهار كاليفينا 2010 ولا داروا حفله في الخرطوم عرضوا كاع الفنانين بصح اللي دار الاغنيه الرياضيه ما تلقاهاش ما تفيقي باللي للاسف للاسف هذه هي. نعم هناك قلنا العديد من الفنانين الشباب توجهوا لهذا النوع من الاغاني وهي الاغنيه الرياضيه، لكن اكيد كل واحد عنده خصوصيته الخاصه، لمسته الخاصه يحب يبان بها، يقدم بها على الساحه الفنيه، وشنو هي خصوصيه باليرمو وفوفا؟ انا نجاوب في الهواء. معليش نبدا بك انت. انا معروف عندي غنى تاعي كوميرسيال كما يقولوا. الوالي تاع امبيونس وفوفا معروف بالسياسه والتعميق تاعو في الكلمات ومن ذاك تلاقاو انا وياه نديرو فيزو وعندنا ثاني صاحبنا فادو طوريلو اللي شكره ما جاش معنا حيوك من هذا المنبر نعم يعني عنده سون ستيل تاعو كل واحد عنده ستيل ديالو كل واحد كيفاش نعم الاغاني الكتابه للاغنيه الرياضيه هي شيء مهم هو يعني النوع الاول اللي تكتب به الاغنيه كيفاش شكون اللي يكتب الكلمات؟ هل كل واحد عنده يعني عندكم واحد فيكم يكتب الاغنيه ولا تسمعوا كامل؟ لا سيتي انسبيراسيون كون خطره كيفاش من داك زعما انسبير انا نبدا نكتب في الاغنيه نبدا نقول نكتب في الميكو فين عيط الفوفا فوفا اللي دات الاغنيه شابه زيد كملها الدوزيام فاضي كمل الثروازيام طمو من داك فوفا فوفا يكتب اغنيه وحده ومن داك انا وحدي يعني يكون عمل جماعي عمل جماعي ايوا نعم جميل ايوا مام زعما كي ندير وحدي نعيط له سقسي نقول اسمع اللي دات هذه الكلمه قولي بدل لا نديرو هادي خير نعم جميل كي يكون العمل جماعي احسن من يكون نو احنا ما عندناش كاع بيناتنا تسمى حفسه تحسد ولا هادي خاف هذا نتعاونوا بيناتنا كي يروح واحد فينا شغل رحنا كاع ديجا كي نقولوا كي يطلع في الكلاس من واحد فينا شغل طلعنا كاع جميل جميل عندنا احنا في الجزائر ايضا ظاهره راهي كما يقولوا معروفه انه ظاهره العنف في الملاعب سواء في الملاعب او غيرها علاش ما كانتش عندكم ديروا مبادره بينكم يعني فنان يغني في المولوديه ولا واحد يغني في الياسما سي ار بي تجتمعوا كامل وديروا اغنيه مبادره اغنيه تدعو الى يعني بعيدا عن العنف لا بصورة نكذب بالك ما زامي بروبوزاوها لنا ولا حنا بروبوزيناها باش نديروها باسكو العنف ماشي غير في الملاعب العنف في الديار برا بارتو ان شاء الله نديروها علاش لا ما دام بينا احنا ما كانش العنف في الملاعب ان شاء الله ان شاء الله بالحديث عن التنافس ايضا ما بين الفنانين وش حكايه ربق ربق ميوزك ربق ربق ميوزك مزور وهذا الشيء اشاره لي الزميل في القسم الرياضي
مزور خونا وزوالي والباقي القليل الباقي تاعه الباقي الباقي في وزي خاطر ويا مزور تاعك الباقي زخونا خونا مزور وزوالي مسكين هو في كأس العالم يا مزور مزور عالمي نعم جليل وفوفا وشنو هي راكم تخمو في مشاريع فنية جديدة عندنا ان شاء الله عندي انا وفوفا وفادي تفضل فوفا واش عندك ان شاء الله نبريباريو في حاجات عين انا وجليل وفادو اللي بالك ان شاء الله تكون اغنية شوية اجتماعية هكذا انا نوجدو فيها مع نديرو لها بالك ان كليب ان شاء الله يكون ان شاء الله وشنو هما الفنانين اللي يمكن حيكونوا مشاركين في هذا الكليب وحدنا كاين برك بالك ارونجور سي دالي تاع الطاولة الحيو هو الموسيقى تاعو وبيدرو حنا كتبنا الكلمات اغنية اجتماعية سياسية تسمى فهمت راح نديرو لها ان كليب صراحة يدوزو فيه بزاف فنانين فنانين مغنيين اللي تهم شوف هاد في المجال الفني اللي تهم شوف المجال ما نقدر نسيتي لك حتى برك باسكو كابابل نبدل لك اسم دوكا وما يجيش بنقول مديت اسمه وما جاش ولا تسمى خليكي مفاجأتكم ايوا في اخر شهر ان شاء الله يكون يدير حاجة شابة هذا النوع ظاهرة اجتماعية فيها مزور فيها جديد انه فيها مزور ان شاء الله ان شاء الله تكون حاجة شابة في الختام انا حابين تمدونا حاجة غني معايا نغنوا كيف كيف غنوا رشا الكور داكور رشا الكور اللي رشيتيه انتيا انا تخمامي وزدتي همك عليا انا يا قلبي عشق المولودية ومراها ماركة ستوب شنوي البوس وطلع عليك البيبي ولقاك تقابر فينا تضل تسويبي يا باش تقابل لازم تجيب السيفي حنا يا رانا وطوب شكرا لكم جليل وصلاح كنت حاضرا معنا في ثقافية نهار من اليوم نتمنى لكم التوفيق في مجالكم الفني والأغنية الرياضية شكرا لكم مشاهدينا